اهلا بك بداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ هاني جيت، هاني لالا جيت، وجبت لكم معايا القصه اللي غادي تعجبكم. هاد القصه من نوع ديال القصص اللي كيعجبوا بزاف ديال الناس. مهم، ما غاديش نطول عليكم، وغادي نقول لكم عافاكم، ما تنسونيش بالجيمات والكومنتات ديالكم يا العزيزات الغاليات على قلبي، وعافاكم بارطاجيو على نطاق واسع. اول حاجه باش يلتحقوا بيا ناس زوينين بحالكم وقلبهم بيض وكيبغيوني. ثاني حاجه باش يلتحقوا بين الناس اللي كيبغيو تاهم يخلو قلبهم او يبدو بالنصائح ديالهم لوحدين اخرين. كنشكركم جزيل الشكر، ويلا نبداو القصه ديال اليوم اللي مولاتها كتقول: السلام عليكم، الاسم ديالي حفصه وفي عمري 33 سنة، واليوم جيت نعاود لكم قصتي ومجرى فيها مع عقوسة الشر اللي كانت دايرة ليا فرعون، وكتقول لكم استغفر الله انا ربكم الاعلى. والسيدة طغات وما كانت كتحن لا في بناتها لا في ولادها لا فيا. المهم قبل ما نعاود لكم على عقوسة الشر وكيفاش تلاقيت مع ولدها وكيفاش حتى تزوجت به وكيفاش حتى محلاتني في حياتي، غادي نعاود لكم عليا من ايام الطفولة، حيت هاد الايام هادي كانت بالنسبة لي ايام صعبه بزاف، وبغيت نشاركها معكم باش تاخذوا منها العبره والاستفاده. انا ابتديت وتربيت وسط عائله عاديه ذو دخل محدود، الاب ديالي كان خدام حتى هو موظف بسيط على قد الحال، وراكم عارفين الموظف البسيط في المغرب الحبيب كيفاش كيكون داير، الخلصه ديالو كاع ما كتكملوش الربع ديال الشهر، وما كيجي مسكين يشد ديك الخليصه كيكونوا بزاف ديال التقابي، كيعمر 10 وكيلقى 30 باقين. المهم هذا هو حال موظف مع السالير اللي كيكون عيان، والدراري والمشاكل والكراه والضو والماء الى اخره. ما احنا كنا غير كاريين في الاول، ولكن الحمد لله من بعد ربي كيحن. الوالد ديالي مسكين كان رجل طيب وبشهاده الجميع، ولكن تزوج بواحد المراه سلطويه. قلت لكم مي سلطويه، راه سلطويه ولسانها منضم للحديد. ما مسكينه الله يعفو عليها، كانت مرا شرانيه بزاف، ما عرفتش اش من ذنب ارتكب الاب ديالي حتى تلاقى مع ديك المراه هذيك. ما كنقوليهاش امي بزاف لانها عذبتني في حياتي ومحنتني، واخا انا بنتها. داكشي علاش بقى فيا الحال ملي مشيت وتلاقيت مع واحد العجوزه اللي كتقول البلاطر واللانطر. المهم هاد الام هذه اللي ما تصلحش اصلا للامومه، ولا تموت للامومه باي صله، لان كاينين عيالات مساكن كيموتوا على وليداتهم، ولكن الام ديالي العكس. كل ما كانت غير كتولدهم وكنحضر انا على خوتي اللي تزادوا موراي، نقول انا هاد الام هذه ربما ما كتولدش وكتبنانا، ولكن حنا بناتها ولادها، يعني من الصلب ديالها من كرشها راضعين من التدين ديالها. ما مسكينه كانت كتمارس داك انا وانا وانا، يعني عندها داك الكلمه ديال انا ما كتزولهاش من فمها، وكاع الناس كانوا عارفينها. الاب ديالي مسكين كان كيعيا فيها، كيقول لها زعما ديري عقلك، وانتي زعما راكي مرا كبيره وعندك ولادك كبار، ديري شويه عقلك، حيت انا ديك الوقت كنا كبير كبارين، انا هي متوسطه كان عندي 15 سنه. المهم انا كنعاود لكم على فاش بديت كنعقل، اما في الصغر ديالي اللي دوزاتو عليا كانت كتعاود لنا عمتي كانت كتشدكم كتعطيكم القتله ديال العصا، قالت لي انتي كنتي عاد في السمايط وكانت كتضربك، حيت انايا كنت صعيبه في الصغر ديالي، وقالت لي يا عمتي انتي مازال عاد كتصمدك، يلا عندك شهر وشهرين كنتي كتبكي ليها بزاف وكانت كتشدك كتبقى لك بالصقل. كنا كنقولوا هاد البنت غادي تخرج معك كيفاش دايره، وجاب الله ربي يوقف معاك. اما فاش كبرت ما نقولكمش، ما عندي خوتي الكبار، الدراري هما الكبارين عليا، جيت انا مور واحد خويا اللي جاي على خويا الكبير، ايوا اللي غادي يدوزوا عليا هاد امي نعاودوا الحفار قبري. طول امي ما عمر سمعت منها كلمه بنتي، هادي اللي قلتها لكم يمكن ما غاديش تصدقوها، وهي هي البنات. امي اللي ولدتني من كرشها، وقبل ما تولدني توحمت بيا وحملت بيا 9 شهور، ومشات للسبيطار وولدتني وتوجعت الولاده ديالي، ما كانتش كتقول لي بنتي. انا فاش كبرت وليت كنعرف، كنت كنقول لها وامي وامي واش كتنتقمي مني حيت ولدتيني حيت توجعتي بيا، كنقول لها واش انا واش ما ولدتينيش بالحريق، يقول لي امي واش ما ولدتينيش بالحريق. وماشي غير انا، البنات كيقول لك واحد المثل اذا عمت هانت، امي هكاك حاقده على ولادها كاملين، فاش كتموت كتبقى تمنى عليه. واحد عمتي مسكينه كان وقع ليها واحد المشكل مع راجلها، وقدر الله عليها وما شاء فعل، طلقت منه بنيه ووليد، البنيه جابتها معاها والوليد بقى مع باه. يوم ما لقات حتى شي واحد اللي يستقبلها من غير الوالد ديالي، حيت جدي وجدتي الله يرحمهم ويوسع عليهم كانوا توفوا،
وخوتها الاخرين وعيالاتهم حتى وحده ما زعما ما بغات تقبل عليها، وخواتها حتى مساكن حتى هما كاينين عند يعني عند الناس، ما يمكنش ان اختها تجيبها تعيشها معاها. كيف ما كان الحال خوها احسن من اختها. يوم لقات غير الاب ديالي فاش عيطت عليه وقالت لي انا عندي المشاكل. قال لي اختي شنو غادي نقول لك؟ واش انا غادي نلوحك؟ راك اختي ولا قبلتي عليا؟ اجي عيشي مع ولادي، راك الماكله اللي كياكلوها تاكليها انتيا. هي وجدتك عمتي مسكينه، وهاد عمتي كانت حنينه وكانت كتموت على ولادها. عمتي مسكينه كانت باقا صغيره داك الوقت، يلا كان عندها 29 عام. يوم اللي جات عاشت معانا غادي تدوز عليها امي اللي ما دوزاتوش على شي وحده. صور امي ما كتحنش حتى في بناتها اللي ولداهم من كرشها وولادها، عاد جي تحن على عمتي وبنتها، راه ما يمكنش. ما تتخيلوش حجم المعاناه اللي كانت كتعانيها عمتي معانا، ولكن الحمد لله على الاقل على الاقل داك الجانب الانساني كان فيها، وكانت مسكينه كتحن فينا، وكاع داكشي اللي كنا يعني محرومين منه من جهه الام لقيناه فيها. كانت مسكينه كتشدنا وتعنقنا وتبقى كتبكي، وصبرات مع امي، صبرات وقاست بزاف، لدرجه ان امي شحال كانت كترد فيها هاد الهضره، شحال كانت كتشك من الوالد على عمتي، وخصوصا عمتي مثلا فاش كتمشي للمحكمه ولا كتمشي تقب مع داك خينا ولا كتمشي هكا عند شي واحد من خوتها وتدوز عنده واحد النهار ولا يومين، كتبقى تقطع فيها مع الوالد. وحنا كنسمعوا واحد النهار قالت لي اختك كتمشي كتضل الدور ما كنعرفها فين كتمشي، وكتسمح ليا في الملقطه اللي جابت معاها. وهاد عمتي مسكينه والله ما كتخرج، ما عمرها ما خرجت بلا ما تعلم الوالد ديالي. جاب بقى غير كيشوف. قال ليها كيفاش؟ قالت ليه كيف ما كتسمع اختك راه كاين كتخرج من هنا وهي كتبعك ملي ما عرفنا فين كتمشي. نط انا كنشهد شهاده لله. قلت ليه الوالد راه امي غير كتكذب عليك. قلت ليه علاش امي كتكذبي على بنت الناس؟ قلت ليها ديريني انا في بلاصه، يلا ديريني انا في بلاصه وجات شي وحده كذبت عليا. قلت ليها ماشي حشومه عليك؟ قلت ليها تردي فيها شي حوايج ما فيهاش. قلت ليها الوالد والله مسكينه ما كتخرج من الدار، وفاش كتخرج كتكون علماتك وكتقول ليها اوكي عاد كتمشي، اما امي راه غير كتزيد عليها وراه كتعمر عليها في السوارج باش انت تكره اختك. يوم ما نقول لكم شكون ديك الساعه كنتعشاو، والله العظيم الا كان في يديها الزلافه ديال الحريره كتضربني بها، شوطتني جاب الله انا يدركت وجهي وجاتني الضربه في الكتف ديالي. المهم امي شوطتني ديك الليله بعثها في السبيطار. اش غادي نقول لكم؟ واحد الام عنيفه بزاف، والمشكل الكبير والعاوز ان الاب ديالي ما كيدير حتى رده فعل. ما عرفتش واش كانت ساحره لامي ولا الله اعلم. المهم فاش كنتشكاو منها كيقول لك ايوا بنتي صبروا، ايوا ما عندكم ما ديروا، وانا راكم كتشوفوا كيفاش كدير لي بحال الجفاف. كنقول لها الوالد لا انت كدير لك بحال الجفاف، حنا ما نسمحوا ليهاش دير لنا بحال الجفاف. الله يخليك هضر معاها زعما اتقي فينا الله، راه حنا ولادها. لكن الوالد كيقول لك واش انا يا براسي ما عرفتش كيفاش نتعامل معاها وردها تتعامل معاكم مزيان؟ راه ما يمكنش. المهم هذه هي المعاناه ديالي مع الام الشريره. هنا غادي نحاول انني نقلب على الحنان من جهه اخرى. كنت تصاحبت مع واحد السيده كبيره في العمر، هاد السيده هادو ما كان عندها لا ولاد ولا بنات، وكنت تواصلت معها غير في مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش صرا لي حتى تصاحبت مع هاد الانسانه اللي كتكبرني ب 40 عام؟ ايه هاد السيده كانت كبيره عليا انا ب 40 سنه. كنت حطيت واحد ستوري في الفيسبوك وكنشكي هاد المعاناه اللي قلت لكم دابا. قلت لهم بلي الام ديالي ما كتعاملش معايا زوين وكيفاش كيفاش. المهم واحد الخمسه ولا سته ديال السطور حطيته في واحد الجروب ديال العيالات. المهم راكم عارفين داك الجروبات اللي كيكونوا فيهم البنات والعيالات مخلطين. علقت لي هاد السيده قالت لي انا بعدا والله العظيم كون كانت عندي غير نص بنت، ماشي بنت كامله غير نص بنت، كون راني دايره لها وفعله لها وتركه لها. دخلت عندي للخاص هضرت معايا، بغات تعرف المشكل كيفاش وبغات تعرف بالتفاصيل الممله حيت كاينين الناس اللي كيبغيو يعرفوا كلشي. المهم دخلت عندي للخاص هضرت معايا جاوبتها، بقينا كنهضروا من هنا لهنا. من بعد طلبت لي نمره التليفون قالت لي شوفي انا هاد الميساجات ما عنديش معاهم، الا كان ممكن نهضر معاك ابل وفهم منك المشكل اللي عندك. قلت ليها اه مرحبا. عطيتها النمره ديال ديك الساعه انا كنت يلاه مراهقه ويلا عندي داك 17 سنه. عطيتها النمره ديالي صونات عليا في الوقت اللي ما كانتش امي في الدار، حيت امي كيف ما قلت لكم سلطويه، منها راجل منها امراه، خاصها دير كلشي لراسها. واخا الوالد مسكين كيخدم وكيضرب تماره وكيجيب كيقول ليها غير قولي شنو خاصك انا نجيب، كتقول لي لا انت ما كتعرف دير والو، الا كانت قضيه هي تمشي تجيبها، الا كان خاص شي بلومبي في الدار هي تمشي تجيبو. المهم كتقوم بشي حوايج اللي اصلا ما مخلياش راسها ترتاح، هي هكاك دايره باغا تعيش يعني داك القوه او داك السلطه اللي كيعيشوها الرجال. ما عرفتش واش هادشي نفسي عندها ولا الله اعلم. المهم هي هذيك هضرت معايا ديك السيده. ونسيت نقول لكم انني كنت كنقرا ولكن خرجتني من القرايه. علاش؟ حيت سقطت في الدوره الاولى
في السيزيام، ملي سقطت في الدور الاولى قالت لك علاش الا لا تقدري تخرجي من المدرسه. ايوا جابتها لي سبه وخرجتني، واخا الصراحه خويا الكبير ما بغاش وقال لها خلي البنت تقرا علاش تخرجيها. تصور خويا الكبير مسكين كان بامكانه يقرا ويوصل ما عند فين، ولكن بسبب امه والمشاكل ديالها دفع مسكين البوليس تقبلوه مشى يخدم على راسو، عيطوا له لواحد المدينه بعيده، هذاك على الاقل هرب بجلده. بالنسبه لخويا اللي صغر منه كان مشى يخدم مع واحد خالي بعيد، الصراحه داك خالي الله يعمر هضر تهلا فيه، وزعما الصراحه لحد الان باقي داك خويا مع خالي وزوجو بنته الحمد لله الامور غاديه بخير. وهاد خالي ما كيشبهش لخته حيت امي هي الوحيده في خوته وخوتاته اللي قبيحه. المهم نكمل لكم، هضرت معايا ديك السيده عاودت ليها كلشي بالتفاصيل الممله كيف ما كنعاود لكم نتوما وكثر عاد. كنعاود وكنبكي كان خصني غير لما نحط راسي ونشكي، حيت ديك الوقيته عمتي كانت تخاصمت مع امي، كانت مسكينه هزت راسها ومشات تخدم عند واحد السيده كانت كتخدم عندها بدون مقابل، يعني كتخدم ليها الشغل ديال الدار كامل وغير جالسه واكله شاربه وقابله لها على بنتها، حيت صافي في الاخر مسكينه ما قدرتش تصبر. جلست معانا عام بحال جلستها في الجحيم. من بعد قال ليها الوالده اختي سير دبري على راسك، انا ما عندي ما نقول لك، بغيتي تمشي سيري، بغيتي تصبري على هبالها انت كتشوفي، راه هي كتهبل علينا كاملين ماشي غير عليك انتيا. داكشي اللي كان صافي. هي هذيك بقات كتهضر معايا قالت لي شنو عندك شنو مشكلتك، قلت لها ودي شنو كاينه شنو كاينه شنو كاين، امي راه عنفتنا وهادي وهادي، وبالخصوص فاش خرجتني من المدرسه ما حملتش راسي، وهذاك هو اللي خلاني ندير داك المنشور تما في داك الجروب. المهم من تما هاد العلاقه مع هاد السيده غادي تبدا. المهم داك السيده كانت كتبين لي بلي هي مسكينه ما كتولدش ما عندهاش الوليدات، ولقات كره عندها وهاد السيده لاباس عليها، يعني على ما كانت كتعاود لي اللي عندها ما كيتحس ما كيتعد ما كيتحصى. انا ما كانش كيهمني نهائيا شنو عندها ولا شنو ما عندهاش، حنا الحمد لله كنشمو يدينا كنشبعوا، حيت واخا هكاك ورغم المشاكل كنا شبعانين في كروشنا، يعني داكشي ديال الماكله والشراب والكسوه والله ما كيبقى لينا في قبل، اما داكشي ديال الحنان والاخر ما كاينش. اولا الحنان الام كيف ما قلت لكم راني عاودت لكم عليه، الاب مسكين مصمك بحال اللي واكل فار، المهم ما كيهضر ما كينطق، يوكل كيشربك ويكحز اللور، حتى الراي ديالو في الدار كراجل ما كاينش، كتحسي بدون شخصيه. العكس فاش كيكون مع صحابو خارج ولا معروض في شي بلاصه ولا كتحسي بالراجل كيولي بحال ليبر كيولي حر. المهم بقيت كنعاود لديك السيده بحال فهماتني وقالت لي يعني انا نعاونك باش ما بغيتي انا نعاونك، زعما شوفي انت قرر شنو بغيتي ديري. قلت لها انا ما عندي ما ندير، انا الام ديالي كيف ما كان الحال راه كتبقى الام ديالي خصني نتقبلها، وكنطلب الله يسهل عليا ويحن عليا، حتى انا يعني نمشي نتزوج وندير داري وندير وليداتي ونعطيهم الحنان اللي ما تعطاش ليا انايا. المهم السيده في الاول بدات معايا بهكا وهذيك ماماك وصبري معاها وربي كبير، ودابا ان شاء الله يعني ربما عندها شي حاجه في نفسيتها وان شاء الله دابا ربي جا فيها وهذه وهذه. المهم بقينا النهار الاول الثاني للشهر الاول الشهر الثاني، المراه ولات كل مره بحال كتحرضني، انا كل نهار عندي المشاكل تقريبا يوميا كنهضروا انا وياها، الا ما هضرتش معاها ابيل ما كتكونش الوالده كنهضر معاها مكالمه. من بعد ولات كتحرضني اي حاجه شكيت لها منها كتقول لي لا وما خصهاش الصراحه دير معاك هكذا، والامهات خصهم يكونوا هكذا، وعلاش انت اشنو مصبرك معاها وعلاش ما تمشيش تدبري على راسك. واحد النهار قلت ليها وهاني بغيت ندبر على راسي اش غادي ندير، قالت لي ساهله، قلت لها شنو بحالاش، قالت لي هزي راسك وباتي ما تصبحي، قلت لها ما يمكنش، قلت لي علاش ما يمكنش، قلت لها ويلي واش بغيتي ندير لهم الشوه هكا والناس يهضروا علينا، قالت لي ما كاينه حتى شي شوه سمحي لي وانت من حقك. المهم السيده بحال دخلت لي واحد الفكره في راسي، ولكن بيني وبينكم في الاول انا ما تقبلتش الامر، قلت لا حنا ماشي من داك المستوى هذاك، حنا الحمد لله والدينا مربينا، واخا الام ديالي صعيبه وكيف ما كنقول لكم قبيحه ولكن ماشي لداك الدرجه هذيك. امي الحمد لله ما كتدخل علينا حرام ما كدير حتى شي حاجه خايبه على برا، غير هي التعامل ديالها قاسح. المهم رفضت الفكره وما بقاتش عاودتها عليا، ولكن من بعد ولات كتدخل لي الفكره ديال ان الانسان هو اللي يعيش حر، وان الدنيا راه فيها الحريه والله خلق الريوس كل واحد وراسو غير باش كل واحد يعيش حريته. المهم السيده كتدخل لي شي افكار ما نكذبش عليكم في الدماغ ديالي اللي انا وليت كنستقبلها وبحال كنكتيفيها في الدماغ ديالي. من بعد قلت صافي هاد السيده عندها الحق، مهم ما بغيتش نزب، قلت خلي على الاقل نكمل 18 عام ندير الاوراق ديالي التبوتيه بعدا وندير كيف ما كيقولوا الحال لاكارت ناسيونال ديالي الهويه، وديك الساعه فين ما بغيت نمشي. بقيت متصاحبه مع هاد السيده
شنو ولات كدير؟ ولات كتجرني بالفلوس. واحد النهار غير هضرت معها بقيت كنبكي نبكي نبكي، قالت لي مالكي؟ قلت لها ودي راه بغيت نمشي غير للحمام وطلبت لماما 10 درهم والله ما بغات تعطيها ليا. قلت لها علاش كتطلبي لماما؟ كتطلبي لبابا؟ قلت لها حيت القصه ديال بابا كامله كيعطيها لماما وهي اللي كتصرف فيها، وقالت لي دوشي في الدار وانا بغيت الصراحه نمشي للحمام، بغيت ندير واحد الماساج في الحمام وما بغيتش ندوش في الدار، ما كيقنعنيش ديال الدوش ديال الدار. ايوا السيده بقات كتشوف تشوف، قالت لي واش اش غادي ديري؟ قلت لها كتبي لي سميتك بالكامل. قلت لها علاش؟ قلت لها غادي نصيفط لك الفلوس. قلت لها ولكن لا انا ما نقبلش. قلت لها وزيدو انا ما عنديش لاكارت باش غادي نجيب الفلوس. قالت لي نسيت. قلت لي ما كتعرفي حتى شي حد زعما اللي يجيب لك هاد الفلوس؟ قلت لها لا ما كنعرف حد. المهم السيده بقات تطمعني في الفلوس، ديك الوقيته ما كانتش باقي لي بزاف باش ندير انا لاكارت ناسيونال. صافي هادي داز. قلت لها صافي بلاش ماشي مشكل. نط انا لقيت راسي زعما قريبا قبل 18 سنه، نط قلت ليه بابا انا بغيت ندير لاكارت. قال لي من حقك فهاد الامور هادو، امي ما تقدرش تقول لك لا ما ديريش لاكارت، بالعكس ديري لاكارت ديالك. قلت جري على ورقتي درت لاكارت ديالي، ما بقاتش بزاف وخرجت. ديك الوقيته فين درت لاكارت كانت كتبقى تقريبا 15 يوم 20 يوم عاد كتخرج. خرجت ليا لاكارت ناسيونال، عرفتني خرجت لاكارت ناسيونال، صيفطت ليا 2000 درهم. واو 2000 درهم الوحده ما كتعرفهاش وفي العمر ديالي، اشنو الهدف؟ جاتني واو 2000 درهم، جاتني بحال شي 2 المليون. داك النهار هذاك نيت لي صيفطتها ليا، صيفطت ليا الورقه قالت لي سيري جيبي هاد الامانه وهذه اعتبريها هديه ديال لاكارت ناسيونال اللي درتي. قلت لها لا ما يمكنش، او هذا المبلغ كبير. قلت لي ما كبير حتى شي حاجه، وحتى شي حاجه ما تغلى عليك. المهم بقات مصره على انني نمشي نجيبو واخا انا رفضت. ايوا غير لقيت واحد الفجوه خرجت بدوك الفلوس، ما نكذبش عليكم جاوني فلوس بزاف وكثار. المهم قالت لي شوفي انا كنت عندي بنت بحالك وراني نتهلا فيها، وهاد الفلوس كون راكي تاخذيهم بشكل يومي ماشي من الشهر للشهر. قلت لها شنو كتقولي؟ قالت لي قسما بالله تنعطيها لك كل نهار. قلت لها ولكن بمناسبه اش وكيفاش؟ قالت لي راه هي تكون عندي بنيته بحالك راه هذاك هو الزر وهذاك هو الربح وهذاك هو راس المال. المهم السيده بدات كطمعني. ايوا حتى لواحد النهار نطت امي كتخمم ليا في بيتي وهي تلقى دوك الفلوس من تحت الناموسيه ديالي. اش غادي نقول لكم؟ محناتني قتلاتني عصا. قالت لي بنت الحرام منين جاوك هاد الفلوس؟ عييت نكذب وعييت نخبي عليها، وفي الاخر صافي صرحتها وجيتها للحقيقه. قلت لها ماما شنو كاين؟ شنو كاين؟ شنو كاين؟ عاودت لها الفولة وشكون اللي غرسها. المهم ملي امي بدات كتبحث فيا لقات ان ديك السيده هي اللي مصيفطه ليا ديك الفلوس، فاش عطات لها الميساجات اللي بيني وبينها قراتهم، حيت امي الحمد لله قاريه وكانت في القرايه ديالها وصلت التاسعه. امي تبارك الله عليها فايقه وقاريه وحاضيه جنابه كيف ما كيقولوا. ملي بدات كتقرا دوك الميساجات اللي بيني وبينها صافي بقات كتويل وكتندب. عطاتني قتله ديال العصا وفي الاخر قالت لي اري لي النمره ديالها لهنا. عطات لها النمره، دخلتها في تليفونها، صونت عليها، السلام عليكم السلام. قالت ليها شكون معايا؟ قالت ليها ما عرفتينيش. قالت ليها لا ما عرفتكش اختي، شرفيني بمعرفتك. ايوا قالت ليها انا هي ماما الكلبه اللي قاسه كتشكلك مني وقاسه كتعاود في الاسرار ومصيفطه لها 2000 درهم وكتحرضيها باش تخرج من دار باها وتهرب. قالت لها ماشي حشومه عليك؟ قالت لها ولكن انت غادي نديك فين تترباي. المهم هذا كيسمع هاد الهضره وهي تقطع عليها في البلاصه، دارت لها بلوك. امي شدتني من يدي ادتني عند البوليس، دارت شكايه ديال ان شي وحده كتحرضني على الهروب. وداك الوقيته اللي كانت كتحرضني كنت انا مازال ما كملتش 18 سنه. البوليس قالوا لها هذه زعما كبيره، ما غاديش حنا نجيو نتحاسبوا معها، راه البنت دابا راه عندها لاكارت ناسيونال ويعني تقدر تقرر في حياتها، ما يمكنش تجي عندنا وتقول لك راه وحده كتحرضها. كانت البنت صغيره عندها 6 سنين و7 سنين وعندها مثلا 15 و16 و17 يقدر نديرو معاك اللازم، ولكن البنت راه كبيره حتى راه هبطت، راه حنا ما عندناش عليها شي سلطه. المهم امي مدات الحق لا باطل، رجعتني للدار عطاتني دكات ديال العصا، دقدقاتني وما خلات فيا غير اللي نسات. هو تما حلفت بحلوفها، قلت لي والله يا بنت الخنزه الاخرى اول واحد غادي يجيك غادي تزوجي به واخا يكون امك يسعى. ايوا صافي هاد الهضره هادي وصلتها لبا. الاب ديالي دار فيا مسكين ولكن ما قالش شي حاجه. خوتي فاش ساقوا الخبر ما عجبهمش الحال وقالوا لي بركه زعما بالبهله للخاوي، واش هاد السيده تيقتيها؟ راه هادي باغا تجرك لشي مصيبه كحله وراها لقات فيك الضربه، وبحال هادو راه تلقايها يعلم الله فاش خدامه. المهم نتوما تكونوا عرفتوا الخدمه ديالها، حنا ما عرفناش الخدمه ديالها بالضبط. هي خوتي بحثوا في الفيسبوك ديالها هي، ولكن كانت داخله كيف ما كيقولوا بكونط وهمي، يعني الانسان في العالم الافتراضي راه كيف ما بغى يكون غادي يكون، وكيف ما
تمنى راسو يكون غادي يكون، ما كيبينش الشخصيه ديالو الحقيقيه، خصوصا بحال دوك الناس. الحمد لله ربي نقدي منها داك الفلوس شدتهم امي عندها، اداتهم المرجان تقدات بهم تقضيه مخيره للدار، قالت لي باش نوري امك حتى انت وليتي كديري الفلوس وليتي كتهضري وليتي كتشكي مني. ايوا امي حقدات عليا، ومن تما كيف ما قلت لكم حلفت فيا الحلفه اللي كيحلفوها العيالات الحرات المجدات. بحال ربي استجب ليها، بقيت موراها جوج سيمانات بالحساب. جا كيخطبني واحد العسكري، هاد العسكري هو في الاصل ديالو كيعرف خويا، حيت كيف ما قلت لكم خويا كاين يعني حتى هو في الدومين ديال المخزن، هو بوليسي. هاد العسكري كان صاحبو الروح بالروح، وكانوا صحاب من ايام الدراسه، وهذاك العسكري كان عارف انها خويا عنده واحد اختو، تلاقاو هو غير بالصدفه هضروا، قال له دير راني باغي نتزوج داكشي، قال له كاينه الخوادريه. المهم السيد جاي يخطبني على اساس انني غادي نتزوج به، ولكن انا غير جا ودرت يديا في ودنيا قلت لهم ما بغيتوش، قلت لهم ما والله تتزوجي به وانتي كضحكي. المهم في الاول ما بغيتش، نوض لهم الصداع الفوضى، هذوك الخطاب ما عندهم ما يعاودوا. جا هو والام ديالو وباه، جاو بثلاثه بهم، ما عنده لا اخت ولا اخو، الوحيد وسط يعني مع باهم ما ما عنده حتى شي حد، مو اللي عنده باه لا اقل لا اكثر. هذيك السيده ولات ولد واحد، مرضت من الوالده زولاتها صافي عكرت كيف ما كيقولوا، ما بقاتش كتولد. باه تزوج جوج ديال المرات وما جابلوش حتى هو الله الوليدات. المهم من بعد غادي نقول لكم السر في الموضوع كيفاش داير. جات هذيك السيده كتخطب لي لولدها، ولدها الصراحه الله يعمرها دار، هذاك الولد كنت كنعرفو شحال هادي، وكنت داك المعرفه هكا غير سطحيه، مره مره كنت كنشوفو مع خويا الكبير، ولكن تبارك الله ملي خدام وتبدل ما بقاش كيف ما كان. راكم عارفين الملامح ديال الانسان كتبدل. صافي انا ملي شفت الدري الصراحه عجبني نسبيا، ولكن كيبقى زواج اجباري، يعني هذاك الزواج كان مجبور عليا. انا اللي طمأن قلبي شويه هو ملامح ديالو، لقيتو زوين بوكوس يعني تبارك الله قلده، المهم داكشي ما فيه. وليت قلت ليهم واه، حيت داك اهلي قلتها راه قلتها فوق الخطر ديالي، ولكن قلت ماشي مشكل، اللهم نمشي نتزوج ونتهنى ولا نبقى مع امي. انا اللي ما عجبنيش في هذا الراجل اكثر هي امو، مو اللي غادي نعاود لكم القصه ديالها. ساليت لكم من امي كيف ما كيقولوا، بعت ساكو وشريت ساكو. انا تهنيت من امي، لقيت واحد الانسانه دايره ابن امي سبعه، وامي الحبيبه، وامي اللو يضو، امي هي الغزاله ديال العيالات. واجي نعاود لكم على عكوسه الشر، هاد السيده غادي تبين لي النياب ديالها من هذاك النهار ديال الخطوبه. السيده غير جالسه واقده حجبانه، هو ما شفتش الضحكه ديالها، سنانها كيفاش دايرين، واش مركباهم ولا ديالها ما عرفتهمش كي دايرين، ما كتضحكش ما كتبينلكش سنانها، واخا امي كتهضر وتضحك وكتبين داك الجانب ديال انها الام الحنون وكذا وهادي، ولكن والو ما ضامتش معاها. امي براسها كتلقى لطيفه لطيفه على مصيبه كحله كي دايره، الضحك ما كتضحكوش. وجلست السيده جالسه وقارنه حجبانها، السيده بطبيعه الحال ما كانتش باغياني. هتقولوا لي وشنو اللي خلاها تجي تخطبك لولدها؟ هي كانت باغيه بنت اختها، ولكن بنت اختها كان عندها صاحبها، هذا ولدها ما كانش عنده مع بنت خالته، ولكن كان غادي يمشي يتزوج بها حيت هو كيتبع امه، قدروا نقولوا هو ولد ميمته. ايوا هي هذيك ملي شرا شات خطبت لبنت خالته في الاول وافقت، وقالت لهم صافي حددوا كل شيء، عطاها فلوس الصداق، المهم داروا كل شيء معاها. ايوا السيده غير شدت فلوس الصداق قبل ما تعقد، صافي قالت لهم واخا، جمعوا الورق مشاو يعقدوا. دخلوا عند العبد سولها العبد، قال لها بنتي واش هاد الزواج موافقين عليه بجوج؟ قالت ليه لا عمي، انا ما موافقاش عمي، راه غير جابريني على هاد الزواج. قال لك تصدموا فيها هادشي، هذا هو عاودو لخويا، خويا كان كيعاودو لينا. المهم السيده قلبت عليهم قلبه ديال الزمان، صافي دات فلوس الصدقه، قالت ليهم انا الفلوس راني خسرتهم. ايوا ناضو تخاصموا وداروا واحد البرطيه كبيره، هي حلفت بحلوفها، قالت ليها ملي ما ديتكش شتي لولدي والله تنجيب لها لك. ايوا خويا قال ليها انا كنعرف واحد صاحبي راه عنده اختو هاشنو هاشنو، قالت له نوض نخطبوها، يعني داك الزواج هما جايين مزوجين غير مجرورين وباغيين غير يوقفوا وحده عند حدها ويقولوا لها هكا والواد ماشي غير انت اللي مراه، نجيبنا جبنا لها لك. فعلا انا كنت لاله الحمد لله من كل شيء، وما غاليش نشكر لكم راسي، الزين زوين الحمد لله، ما خصني حتى شي عيب، ما خصني حتى شي خير، ما فيا حتى شي عيب، اللهم لك الحمد. طول طويله، العرض عريضه، شعري طويل، بيضه زوينه، حروفي كحلين، يعني ما نقولكمش انا ملكه الجمال، ولكن الحمد لله عندي نصيبي من الزين، وهذه بشهاده الجميع وبالشهاده ديال مولاي السلطان اللي جا وقال لهم باللي المراه عجبتني وراها هكا زوينه، وقالها هكا قدام المجمع، يعني هو حتى هو كان كيقلب غير على الشكل.
اما المضمون ما عنده غرض مو حيت مو هي اللي غادي تزوج بيا في الاصل، هو غير ديكور، هو مسكن غير غادي يعقد، اما الزوج مو اللي غادي يتزوج. ايوا هي هذيك السيده ليلى كامله هي مغنزره. صافي ملي وافقنا وداك الشيء قالوا غادي نجيبوا الخطابه ديالنا باش نجيو نخطبوا، ولكن غادي نخطبوا وغادي نديروا العقد هو الاول، باش غير غادي نعقدوا غادي نديروا العرس. خصكم في ظرف 10 ايام كنت مخطوبه عاقده مزوجه كنزهج زهاجي باش غادي ندير العرس ديالي. ما كملت الشهر حتى كنت في دار راجلي بين عقوسي وشيخي اللي لقيتها واحد الانسانه ما كتخافش من الله، كتقول لي بلا طر ولا نطير في بلاصتك. المهم اول حاجه في العرس دوزاتها علينا، لا ديروا هادي وما ديروش هادي. شنو دارت لينا؟ دارت لينا واحد الخطه جهنميه. هما جابوا الدفوع ديالهم، حنا من العاده ديالنا الراجل هو اللي كيجيب العشاء لذاك الضيوف اللي غادي يجيو عندي. ايوا سيري انت يا لالا جيبي لنا جوج خرفان مزيانين الصراحه. جابوا ستين دجاجه، جابوا المسائل ديالهم كلشي، ولكن فاش جات جابت لي داك الحضور ديالهم وداك المدعوين كاملين والناس ما لقاوش فين يجلسوا. اضطرينا ان الناس العائله ديالنا نوضناهم من البلايص وجلسنا حباب العريس، حيت كالكاسيدين نتوما ما كبرتوش بينا. المهم واحد الروينه في ديك العرس دارت لينا، ما كملنا ديك الليله حتى غفرنا الله با مسكين غير كيشوف بعيني وكيرج. اما امي تقضاو لها صافي، هذيك جابت ليها الذبح ونيت امي خصها شي وحده بحال هذيك نيت باش توريها العيالات علاش قادات. ايوا هي ديك روحت لداري ديك الليله هذيك ديال الدخله، يلا دخلنا للبيت كنرتاحوا، يلا راجلي عاد كيشوف فيا كيتعرف عليا وهي تجي داخله داهصه. ما دقت ما خدات اذن. ايوا قالت لينا مالكم نتوما ما تنوضوش يلا تحركوا. قال لها ولدها فينا الوالده؟ واش غادي نمشيو لشي بلاصه؟ اويلي على نمشيو لشي بلاصه، اويلي على العسكري، اويلي على الوالده، اويلي على امي، اويلي فين انا؟ السيد عرفت كيتعامل ماشي قاسح، السيد كيتعامل بحال بحال داك الوليد اللي عنده 6 سنين باقي يقول لها هي مامي اللي ما قالهاش فين غادي نمشيو وعند من غادي نمشيو، اويلي انت ما عرفتش راسك فين غادي نمشيو. قالت لي تحرك وليدي دير الدخله ديالك فين غادي تمشي. قال لي واخا واخا الوالده كوني هانيه دابا غادي ندير الدخله. انا صافي هنا جابوا لي ثلاثه وضامه، حنا عندي خوتي رجال تبارك الله، امي كانت مدوزه عليهم القطران ورغم ذلك كتشوفيه راجل حراني ها ما كيقدرش يهضر شي هضره قدام امي، يعني هما كيحترموها ماشي كيخافوا منها. السيد كيخاف من امه بحال عنده 6 سنين وخايف لا تضربو. خرجت العجوزه قبل ما تخرج قالت لي واتي نوضي مالك رخي عليا تما صرابتك، نوضي حيدي عليا ديك البرداعه اللي راكي لابسه ونوضي ديري الدخله ديالك. واش تيسولونا الناس فينا هي فينا هو سروالك؟ نوضي تحركي حنا راه عندنا كنخرجوا السروال للناس يشوفوه. اولي الا خرجوا سروالي للناس يشوفوه. بقيت انا غير كنشوف ما هضرت معاها ما نطق، وهي خرجت وقالت لي نوضي نوضي الوالده غادي تقلق عليا. قلت لها كيفاش الوالده غادي تقلق عليك؟ اويلي واش هادشي فيه الوالده؟ هادشي بيني وبينك خصو يبقى، علاش تخرجوا للناس يشوفوه؟ قال لي نوضي واش بغيتي هاد النهار تقلب علينا الدنيا؟ نوضي 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 حيدي نوضي زولي. ايوا شنو غادي نقول لك؟ ما عرفت باش تبليت واش غادي ندير الدخله ولا غادي ندير شي انجاج باش يشوفوه الناس ويقولوا عليه عاطل. المهم نوضت على سيدي وعدي تقرب مني درت الدخله ديالي، واخا الصراحه تكرفست ديك الليله. عيطت لامو الوالده الوالده بصوفيت ما والشورت جات عندو كتجري. قالت ليه شنو كاين ياك الامور مزيانه؟ قال ليها كلشي بخير ها انت الوالده، ما تقولي ولدك ماشي راجل. ويلي استغفرت الله يا البنات، انا كحلت بالعمى وقلت ويلي شنو هاد الشيء؟ ما يمكنش انا خوتي ما يمكنش يديروا بحال هكذا، مستحيل انا بعدا نشوف شي راجل يدير بحال هكا. السيد باين من الليله الاولى ولد مو. ايوا هي هذيك السيده خرجت ديك الزيف شطحوا بيه جرتحوا بيه، انا نعست ما نكذبش عليكم عييت وكنت طالع لي الدم هي نوض تقبيت عليا حتى شي ديال ما دوزت ونعست. الغد ليه نوضت مع 6 الصباح، هي اصلا نعسنا حنايا حتى لشي 4 ونوضت مع 6 الصباح كدق علينا نوضو فين غادي نوضو؟ قالك دوشي من الجنابه وخرجي راه قريب والديك يجيبولك الفطور. السيده بلا حشمه بلا حياه قالت لي قدام راجلي، قالت لي دوشي من الجنابه حيت هو كان مدوش وفعلا راه دوش وراه قال لها واقيلا راني دوش داكشي علاش ما قالتليش حتى دوش، دوشي من الجنابه خرجي. 6 الصباح عباد الله نوضت على سعدي وعدي دوشت قديت حالتي خرجت عندهم. 7 الصباح راني جالسه بحال الله في الصاله كنعاين الناس، اما الناس اللي كانوا عندهم مشاو تفرقوا حيت حنا العرس درناه في القاعه كل واحد مشى لدارو، بقى واحد عمته واحد بنت عمته، المهم شي ناس هكا قلال اللي بقى. صبحت مقلزه بوحدي في الصاله كندب حدي حاشا كون ما كنتش كنقدر حتى نجلس على مقعادي، وراكم عارفين ليله الدخله قلت لكم تكرفست فيها.
ايوا بقيت شي ساعه ونص ساعه. السيده دخلت عندي قالت لي ايوا على سلامه. الله يسلمك اخالتي. هو قالت لي نوضي بنيتي ودخلي للكوزينه وشوفي شنو كاين. قلت لها شنو؟ قالت لي ما سمعتينيش، نوضي دخلي للكوزينه وشوفي شنو كاين وحطي معايا. واش طمعي فيا انا نحط لك الفطور نجيب لك حتى عندك؟ وصافي بنيتي راه العرس من البارح، سالينا العرس ما بقى عرس. دابا راكي مولات الدار وراكي عارفه انا ما عندي لا بنت لا عروسه لا حتى شي حاجه. انا والله وهاد الشكروف ودابا وليتي انتي معايا، ودابا انتي خصك تحملي المسؤوليه ديالنا كاملين. انا هنا تخلي الحجر مع الصباط. قلت ماشي مشكل. نوض كنتفتف معاها في الكوزينه، حطينا داك الفطور. انا عاد لابسه القميص ديالي كنصدم فيه ونايضه كنتسخر. المهم تسخرت انا دو هادوك حيت بعيتين قصانين في العرس، نادو على خاطر خاطرهم لقاو العروسه اللي كتوجد للضيف الفطور. دار ديك الحضاج جاو الوالدين ديالي جابوا لي المسائل ديالي، جابوا لي الفطور ديالي كيف ما كيقولوا، جابوا المسائل ديالي باركوا لي تغداو ومشاو بحالاتهم. هنا غادي تبدا القصه ديالي. ايوا ديك تماره ديال العرس كامله وديك الروينه ديالو غادي تدوز على الدار ديال اختكم. راجلي كيعرف غير النعاس والماكله والتدواش، هادشي ما كيعرف. شي حاجه اخرى كيقولك شوفي مع الوالده فلان ما نسافروش وتنشوفو مع الوالده فلان، واش ما نمشيش عند والديا ايوا تنشوفو مع الوالده فلان، واش ما نمشيوش نخرجو نشمو الهوا شويه ايوا حتى نشوفو مع الوالده. اللي قالتها لامو كيديرها، قالت له عليها اه اوكي كيديرها. لا لا ونزيدكم واحد الحاجه البنات، ما عمرني عقلت على راسي خرجت مع راجلي انا وياه الراس في الراس. ديما القواد معانا ديما، راه حنا هي في الاول حنا موراها، يعني البلايص اللي كنمشيو ليهم ما كنمشيوش ليهم حنايا، يعني اللي كنبغيهم حنايا هي كتدينا للبلاصه اللي بغاتها هي. واحد العجوزه اش غادي نقول لكم، الشر كيخرج من عينها. مع السيده تبارك الله عليها قاريه ومقع، يعني شدت التقاعد ديالها. اسمعوا لي قلت لكم مقعده، يعني شدت التقاعد. المهم السيده كانت خدامه لا هي ولا راجلها. المهم السيده مقرصه ومجبده، ماشي حنايا كنقولوا على العيالات اللي مقاريين وهذا راه مقرصين ومجبدين. كاينه مسكينه المراه اللي قاريه حتى شابت، ومسكينه ما كتعرفش كاع في التقرص وفي التجبات، كتلقيها مسكينه غير هي. هذه قاريه حرب النساء على حقهم وطريقهم. فين كانت كتدينا؟ فين ما كان شي سمك خانز كتدينا ناكلو فيه، زعما هذا الا خرجنا وقلنا نبدلوا الجو. بعد المرات كنخرجوا هكا في العشيه على اساس غادي نمشيو نتعشاو على برا، كتدينا للمحلبه كتدير لنا رايب وحرشه وتقول لك يلا تمشيو للدار. ملي كنمشيو للدار كنبغي ندير العشاء كتقول لك راه كليتو ياك، عا كليتو مالكم على هاد الماكله؟ واش ما كتسالي؟ واش مع العلم راجلي هو اللي كيصرف، هي عندها الفلوس ديال التقاعد ديالها وراجلها عنده فلوس التقاعد، ما كيخبشوش فيهم ما كيقيسوهمش، كلشي من عند راجلي. تصوروا الرويجل ديالي اللي كنت داياه، النهار اللي كتحط له الخلصه ديالو كيجبدها كيتيريها وكيحطها لمو، كيقول لها امي عطيني واحد 200 درهم من عندك. تقول له انت اش غدير ب 200 درهم ياك ما كتكمي ما كتشرب، ما شنو غدير ب 200 درهم؟ على هاد السيد ما عنده مرا اللي يعطيها باش تحمحم، هاد السيد ما عنده مرا اللي يشيلها سليبات وسوتيانات. انا كنت كنشوف غير كنشوف بعيني بعويناتي وساكته، ما عنديش ما ندير حيت ما عنديش بديل. كنمشي نشكي عند امي كتقول لي شنو بغيتي؟ راكي واكله شاربه، على انت شنو بغيتي ديري بالفلوس؟ كتقول لي المراه غير كيدخلوها الفلوس كتفلس، سيري دخلي جواك وخليهم يتحملوا المسؤوليه ديال المصروف ديالهم، ياك واكله شاربه اشنو بغيتي؟ امي ما كانتش كتسمعني حتى ملي كنت عندها بنت وكنت كيف ما كيقولوا تحت جناحها، حتى دابا عاد تجي تسمعني. المهم امي تهنات مني بهذا المفهوم هذا، صيفطتني لواحد السيده اللي غادي تبردني من الجهه الاخرى، حيت انا كنت كنعتقد ان امي برداني بجوج جوايع ولكن كنت غالطه. امي راها بردتني من جهه وحده وديك العكوزه زادت تكملات البريد بردتني على جوج جوايع. المهم السيده فاش كنت كنبغي نمشي للحمام شنو كدير؟ كتمشي هي الاولى كتقول لي شوفي انا غادي نمشي للحمام وغادي نشد البلاصه وغادي نعمر الماء من عيط لك تلحقي بيا. واخا ايوا كتمشي السيده، دابا تعيط عليا دابا تعيط عليا دابا تعيط عليا، والو ما كتعيطش عليا نهائيا، حتى كتحمحم وتجي تقول لك ويلي والله الا نسيتك. ايوا جلست لقيت فلانه بقيت دو نسيتك. هي شنو كانت كدير؟ كتمشي عند الكساله كتشدها كتحك لها كتمرضها مريض وكتجي يعني زازلوز. اما فاش كنمشي انا وتديني وترحمني شويه وتقول هاد المراه نديوها تحمحم، كتديني كتردني انا نكسلها والنهار مطر وانا نحكلها ونعمر ليها في الماء، ما نجي خواتاتي نغسل راسي حتى كنكون صافي. عييت وكان عندي واحد الشعر طويل، واحد النهار شدتني قالت لي جبت المقص قالت لي اجي انت لهنا. قلت لها شنو؟
قالت لي راه داك الشعر لهنا. قلت ليها علاش شاده المقص؟ قالت لي انا نقصلك منه. قلت ليها لا خالتي ما تقصيليش من شعري لا انا شكيت عليك. قالت لي وانت يا راكي كتنوضي تدوشي من الجنه باغي كتخوي عليه الماء كيبقى يخناز، وراه شحال من مره شميت لك منه ريحه الغمال، على انا ولدك يخليني نخناز؟ ولدك كل ليله هاك بالك، كل نهار خصني ندوز جوج مرات ثلاثه. المهم ما كنتش هاد الهضره كنقولها ليها. قلت لها لا خالتي ما تقطعيليش شعري. هنا راجلي غادي يبين واحد الشويه من الرجوله ديالو، جا لقاها خدامه قطع لك ما نقطع لك. قال ليها مالكم امي شنو كاين؟ قالت لي شوف اولدي هاد الشعر اللي عند هاد السيده هادي راه هي كتخوي عليه الماء وكيبقى لها هكاك ملمخ، حيت انا اصلا اخواتاتي ما كنساليش نمشطو وفين ما كان شي شغل كتجبدوا ليا. المهم قالت ليها شنو هاجو بغيت نقص لها منه. قال ليها لا ما خلي لها شعرها انا كيعجبني الشعر. قالت لي شنو هو وليدي شنو كيعجبك؟ قال لها هو كاع الرجاله ما كيعجبهم الشعر. قلت له راه الشعر عند العوده وحاجهكم كتبول عليه. المهم قال لها دبر راسك ماما انا ما عندي ما نقول. بغيتي تقطعي لها قطعيه لها. قلت لها كيفاش بغاي بغيتي تقطعي لها قطعيه لها؟ قلت لها هذا شعري وما سمحت حتى شي واحد يقصني فيه. قلت لها سمعي خالتي راكي زدتي فيه. قلت لها انا من نهار اللي جبتيني وانت كتحرتي عليا وبديتي تقطع لي شعري حشومه عليك. ايوا ناضت ما خلات ليش بدات تضرب في راسها وانا بنت الحرام وانا اللي جبتك لولدي وانا اللي خليت فلان وفلتلان وعلانه وجبتك وجيت وكبرت بك. قلت لها على ماني انا ما عوره ما طرش الحمد لله برجليا بيديا بصحه سلامني ياك ما ديتيني مقعده. قلت لها مالني شنو ناقصني انايا؟ واش راكي كديري لي ليكوش؟ واش راكي كتكوديني؟ واش راكي كتجيبي لي الماكله تاع الفراشي؟ الحمد لله كنوض نخدم شغلي وشغلك والشغل ديالكم كاملين وراني هزاكم كاملين. شنو مازال شنو بغيتي مازال؟ المهم طرطقت فيها واحد الطرطيقه ما نقولكمش عليها. ايوا تما السيده جبدت الشعر ديالها ونتفاتو على ما فيه ما فيها من جد. قالت ليها ها هي بنيتي الا بقات فيك الا بقات فيك يا بنت فلانه فين ما تشوفي هاد الكماره عكري ليا. جت انا بلا ما نكذبش عليكم وما نحشمش منكم عريت على يباطي وجبت الشعر ديال يباطي ونتفتو عليها. قلت لها تا انا ها هي خالتي فلانه بنت فلانه تا انا راكي لا اديتيني غادي ناديك ولا نتفتي عليا شعر راسك انا نتفت عليك شعر يباطي. المهم السيده قالت لك ياك دابا وليتي تنتفي عليا شعري باطك. قلت لها واش انت تنتفي عليا شعرك على انت شكون وانا شكون؟ قلت لها كل واحد يلزم حدوده في هاد الدار انا هادشي ما بقاش عاجبني. ايوا داك الوقيته الصراحه بيني وبينكم كنت دوزت معاهم وقيله شي 7 شهور بحال هكذاك كان ما جابش الله الوليدات. بقينا انا وياها قاطعين الهضره شي 3 شهور. من بعد غادي تدخل لها واحد اختها وجات كتصالح بيناتنا من غير اختها اللي كانت خدمت من عندهم البنت. جات اختها واحد النهار لقاتنا مخاصمين ايوا راها صالحاتنا جلست وبقات كتهضر معانا هدنت النفوس. هي هضرت قالت داكشي اللي عندها انا قلت داكشي اللي عندها. قالت لها الله يا ودي اختي انت هذه راها بنت الناس وحس بها بنتك انت ربي ما عطاكش لبناتي وديري هاد البنت بنتك راها مزيانه انت لا تلا مرضتي تمد لك حتى كاس الماء تلقيتها اللي يسخر عليك. ايوا نقولوا هدات النفوس. بالنسبه للولاد كان ما جابليش الله كانت هزت شدني داك اختها هضرت معايا داك اختها الله يعمرها سلعه قالت لي شوف بنيتي نوضي ولدي وليداتك حتى هي تلاها بهم. قالت لي الدار خاوي وما كتلقى ما دير كتبقى تابعك نوضي ولدي وليداتك وعطيها تربي. قلت لي انا ما كندير والو الصراحه مازال ما جابش الله. قالت له انت راه دابا 7 شهور ولا 8 شهور انت مزوجه شوفوا المشكل مناش. قالت لي واش خديتي الكينه في الاول؟ قلت لها ما عمر ما خديت شي حاجه انا في الاول. قالت لي خصك تولدي لولدي. قلت لها مازال ما جابش الله وهي فين ما كتطول كتعايرني بهذه المساله. قالت لي شوفي انا غادي نهضر معها تديك عند شي طبيبه ولا شي طبيب وشوف شنو كاين. هي هذيك داك الساعه تصالحت معها بوس ليها على راسها قلت لها سمحي لي حتى هي طلبت مني اسمها صافي نعنا الشيطان. انا رجعت بقلبي بيض ولكن هي رجعت وقلبها كان كحل وكانت ناويه ليا على الشر. جاتني عند واحد الطبيبه دوزات لي درنا التحاليل انا لا راجلي. قالت لنا عندكم الامور كلها سليمه غير ما عرفتش كيفاش الله مازال ما جاب ليكمش. عطات لي واحد الكينه قالت لي تشربيها وعطاتني واحد القوال بنت اللهم معايا قالت لي كيسخنوا الوالده. المهم قالت لي تبعيهم ان شاء الله ويكون خير. داكشي اللي كان تبعت ديك الدواء 3 شهور ما جيت نكمل الشهر الثالث حتى كنت الحمد لله هزيت. ايوا فرحت وطرت بالفرحه ولكن السيده ما بغاتش وما عجباش الحال حيت هي من داك النهار اللي تفت عليها شعري باطي وهي حقد عليا. ايوا ما تهنات حتى صافي طيحت ليا بنادم. واحد النهار نط كلشي كنضراني ما عرفتش مناش وراكم عارفين المراه ملي كتحمل المسكينه وهي كل مره شنو كيضرها. ايوا انا طيبت لي واحد سيدي بريق ديال الشيح قالت لي اجي لهنا. قلت لها شنو؟ قالت لي شربي هاد العشوب. قلت لها ولكن قالت لي ما كاين ما ولكن. قلت لها خالتي انا راني حامله يقدر داك الشيء يطيح ليا.
قالت لي واش انا كنقول لك شربي الشيح واش انايا شتي داكشي اللي فكرتش كنا راه باغيه اكثر منك شربي الشيح باش يحيد منك البرد باش يخرج داكشي بخير. انا ما كنتش عارفه البنات، انا عارفه بلي العشب ما خصش المراه الحامله تشربهم. ايوا شربت داكشي حر مر حر شربتو، المهم هي كاسه كتبرد لي وتعطيني نكمل الكاس نزيد الكاس. ايوا ما جيت نكمل 24 ساعه حتى كنت كنعطي بالروح صافي بنات نطاح ليا. تورجتني واحد الزحمه مشيت للطويط كنجري ما جيت نوصل حتى كنت طلقته في حوايجي. هو بنات نطاح ليا على 3 السيمانات ملي مشينا للطبيب قال لك اودي طيحتي بنادم شنو درتي؟ قلت لهم انا هاشنو هاشنو. ايوا ما خلاولي مني نشد، قالوا لي علاش طوليتي تشربي العشوب؟ قلت لهم انا ما عارفاش عقول سيره شافتني كنتوجع. قالت لهم هي راه ما انا ما عارفاش حامله، راه كانت غير شاكه في راسها حامله. قالت لهم واش انا بززت عليها؟ قالت لهم هي انا راني مرا كبيره ما كنعرفش، واخا تقولوا راني نعرف داك الشيء انا ما كنعرفش، انا ولدت ولد واحد وعقرت انا ما عارفاش. انا قالت لي راه كلشي ضراني نحسب عليها العاده الشهريه والحمله راها كانت شاكه راه ما ماكدالهاش. قلت لها ياك خالتي؟ قالت لي اه. ودابا جمعي فمك وسكتينا صافي. هي هذيك ملي جا راجلي ما خلاليش بالهضره، قال لي علاش تشربي العشوب؟ وهي قالت له لا وليدي عييت معاها انا طيبت بريق العشوب وجلست كتبرد وتشرب وعييت معاها وما بغاتش ديري. ايوا قلبت لي كلشي سفاهي على علاه ما نكذبش عليكم حقدت عليها واحد الحقد. ايوا قالت لها بنيتي راني ندفع عليك شعار راسي راه والله لا دازتك ياك ما حساب لك دابا تصالحنا راه. قالت لي شوفي والله ما تشوفي من عندي غير الكحله. صافي انا ملي سقوا لي الخبر العائله انني طيحت جاو كيطلعوا عليا وديك الشيء من بينات هاد الناس كاملين اللي جاو طلعوا عليا واحد خوها. هاد خوها هذا حتى هو كان في المخزن كان شاد التقاعد ديالو كان كبير شويه. المهم هو كان متصلو المرا شحال هادي وخلات له الدراري غير صغار قراو ولادو كبرهم. المهم كل واحد دار حياته هو بقى هكا زوفري، ولكن تبارك الله عليه كيحمق وتقولي عنده 26 عام ماشي عنده داك العمر هذاك، هو كان قريب مع 60 والله العظيم الا تقولوا هاد السيد باقي شباب ياك راجلي هاد السيد كيبان لي عود. المهم جا داك السيد كيطلع علينا كيطلع عليا بحال نقولوا بحال وقفوا لي في داك الشيء اللي طاح ليا، قالوا لي الله يعدم لاجو والله يعوضك خير وصافي. جا هاد السيد مسكين اللي هو خوها بقى كيهضر معايا بديت كنبكي، قال لي اختي كون ما خديتيش العشوب زعما العشوب راه انت تبارك الله راك قاريه وواعيه زعما هادشي ما كيديروش بنات اليوم. ايوا جلست كنعاود ليه قلت ليه واش بغيتي نقول لك الصراحه؟ قال لي قولي لي الصراحه. مرحبا كنت غير انا وياه كنهضروا صافي. قلت لها وديها شنو كاينه شنو كاينه شنو كاين، انا راه ما درت لها الشوب لا والو راه هي اللي جابتهم عطاتهم ليا، وها كيفاش وقع لينا وها كيفاش راه حلفت فيا واشنو واشنو ودابا لحد الان راه كتحلف فيا. المهم دخلت علينا على غفله لقات هاد الكلمه ديال كتحلف فيا على فمي. قالت لي عاودي عاودي شنو قلتي؟ ويسكت اخوها قال لها اختي هادشي اللي سمعت من السيده بصح. قالت لي شنو سمعتي من عندها؟ هادي راه ربعه قرطيطه عندك تثق بها. قال لها اختي انت راك اختي وراني عارفك انت انانيه وولدك دايره تحت صباطكم شحال هادي، كنقول لك اختي خلي الولد يعيش حياته وتلقي منه راه غادي تحيدي منه داك الرجوله ديالو. قال لها انت سلبتي الرجوله من ولدك حتى ولا مسكين كيخاف هو كبر ولا راجل وهو تزوج ولد ولادو ومازال كتحكمي فيه. قال لها حشومه هادشي اللي زعما اللي راكي كديري. المهم ما خلى لها ما بقى لها دارتي، قالت له دخل سوق راسك اه ماشي شغلك هادي عروسي وندير فيها اللي بغيت. قال لها دون ظلمات الله يا ودي حنا نشوفوا هاد المنكر هذا ونبقاو ساكتين عليه. المهم دار فيها قالت له الا ما عجبك حال اخويا ما تبقاش تجي عندي انا لهنا تصد علي راسي، هادي عروسي وندير فيها اللي بغيت وانت عندك ولادك وعندك بناتك سير تحكم فيهم. قال لها انا ماشي بحالك حمق، قال لها انا ولادي ربيتهم وكبرتهم خليتهم يعيشوا الحريه ديالهم وراهم كبارين وكيعرفوا الصح من الغلط واللي بغى شي حاجه يتبعها. المهم ما خلالهاش وما خلاتلوش في الاخر هز راسو وناض مشى بحالو. ايوا هي هذيك من بعد مسكين ما سكتش على هذا الشيء، اتصل على راجلي تلاقى بيه حيت النهار اللي غادي يتلاقى براجلي كان راجلي يهضر معايا قال لي راه عيط عليا خالي فلان ما عرفتوش شنو باغي. ايوا قلت ليه واش غادي تمشي عنده؟ قال لي اه. نقولها لامي غادي نمشي عنده. قلت ليه شوف دابا بيني وبينك علاش غتمشي تقولها لامك؟ سير عند خالك وشوف شنو غادي يقول لك ومن بعد داك الساعه. قلت ليه بنادم هو اللي يسر الامور ديالو، ما عرفتي خالك غادي يهضر معاك شي هضره بيني وبينك وديال الرجال ومخص العيالات يسمعوها، وكنظن كان باغي امك تعرف شي حاجه كون راه جا لهنا للدار وهضر معاك، حيت هو داك لافير كامله اللي وقعت وداك السكندر اللي وقع ديك النهار، داك السكندر اللي وقع ديك النهار ما كانش عنده عليه الخبر. داك السكندر كامل اللي وقع داك النهار بينها وبين خوها راجلي ما ساقلوش الخبر، انا ما قلتلوش وهي ما هضرتش معاه. انا كنت كنحار من المشاكل وكنت عاد نفسه عيانه، راكم عارفين المراه اللي كطيح اكثر من المراه اللي كتولد.
صافي هي هذيك الظريف هذه مشى مشى تلاقى مع خالو، هضر مع خالو قال لها ودي شنو كاين ها شنو واقع شنو واقع. داك المراه اعطيها شويه الحقوق ديالها راك معدي عليها. قال لي شنو الحقوق اللي نعطيها؟ انا مرتي كنعطيها حقوقها كما يجب. وهذا الشيء هذا كيعاودوا لي خال راجلي ماشي راجلي، اما راجلي ما قال لي حتى شي حاجه. قال لي ماشي من الحقوق ديال الفراش السي، راه الراجل ما خصوش يعطي غير المراه الحقوق ديال الفراش، راه كاينين حقوق وواجبات. اول حاجه مرتك انت اللي خصك تتحكم فيها وانت اللي خصك تري فيها، وتا هي عندها الراي ديالها في المجتمع. قال لي ماشي انت هي كتدري ماماك وكتطبقوا عليها هي مسكينه اللي ها تطيح لها بنان. قال له سمحه صاحبي من مراتك اللي كاس كتغوت عليها وشوهتيها في الطبيب وكتقول لها طيحتي بنادم بالعاني. قال لي راه امك هي اللي شربت عليه عشوب. قال لي لا امي ما ديرش هذا الشيء. قال لي هذيك اختي وانا عارفها. قال لي امك اللي شربت عليه عشوب وراه اعترفت ليا بعد ما تلي سنه قالت لك اه انا شربت عليه عشوب ومرت ولي ندير فيها اللي بغيت انت سوقك. المهم راجلي بحال بدا كيعيق بان الام ديالو ما باغيهالوش الخير، ان داك الشيء اللي كنت حامله به مو اللي كان سبب باش طاح ليا. ايوا جا ماشي زعما هضر مع امو بالقاعده ولا. قال لي علاش ديري لها هكاك وراه خالاش. قال لي حتى هو راجل مفروح ما كانش كيعرف حتى شي حاجه، حتى الاسلوب الحوار ما عندوش. المهم نط ما خلات له ما بقات له. قالت ليه العيب ماشي فيك ولدي ولا فيا، العيب في الخانزه اللي جبتي ليا وهي اللي جلست كتشكي على خالك. وها ما كاينه ما كاينه ما كاين، اش غادي نقول لكم؟ ناضوا ليا سرسوني سريس. اما الا سولتوني على شيخي، شيخي صمون بكمون فهم لا يقشعون. وقاس وكيشوف كثار من با مسكين مغلوب على امره، وكنحس بعينيه مسكين الحزن الشديد وكيقول يا ربي فوقاش تقصر في هاد بوحبل ونمشي نموت. ما كانتش كتحترمو نهائيا وكانت كتعيط له غير الشارب. مسكين ما كانش كيقدر يهضر معاها، اي حاجه يديرها كتنط تغوت عليه، وراه الا دخل غير الطواليت كتدخل مورا تبقى تعرق له. رغم ان الشيخ مسكين راجل معقول وظريف وحنين وحتى نقى ونقي، كانت ديما كتعيط له غير الشارف الموسخ الشارف الهار المجنون الحمق الداير القرد، ديما مسكين كتنعتو بديك القرد الشارف. المهم هي هاديك ناضو ليا سبوني ما خلاوليش. شيخي هاد المره مسكين زعما بغا يهضر ويدافع عليا. ها قالتلو سكت القريت سكت 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 شنو عند امك تعرف سكت؟ اسكت اسكت الله يعطيك شي موته، الله يعطيك ويفعلك ويتركلك. طبعا انا ملي تقرت هزيت راسي قلت لهم انا والله هنا ما نجلس معكم حتى دقيقه. مشيت عند امي، ملي مشيت عند امي وهي عاوتاني تنغز فيا سيري للدار قلت هي شنو داك تهضري مع خالو ماشي شغلو داك خالو علاش تهضري معاه. المهم امي مسكينه ما فهمتنيش نهائيا. اما الولد قال لي ما ترجعيش عندهم تنشوف هاد الحريره شنو غادي نديرو فيها. هي هذيك انا كان عندي النمره ديال خالو كنت هزيتها لراجلي هضرت معاه قلت ليه سي فلان راه شنو شو كنت مره كنقول لعمي فلان قلت لي انا ما كاينه ما كاين راه هضرتي مع الراجل راه دار لي روينه وشنو ها شنو ها شنو. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي فين راكي دابا؟ قلت له جيت لدار والديا. قال لي واش ممكن يجي عندك لتما؟ قلت ليه مرحبا بك. ايوا جا هضر مع الوالد ديالي. قال لي اودي هذيك راه اختي وانا كنعرفها اختي قبيحه وصعيبه واخا تجيب اللي جابت راه والله ما تجلس لها. قال لي بالنسبه لبنت اختي الاخرى اللي خطبوها وتفضاو فيها وقالت لهم لا راه قال لهم بيني وبينكم انا اللي مشيت عندها قلت ليها خدك مع هاد الزوج راه ما غاديش يصلح ليك اختي قبيحه وما مزيانهش وكتسيطر وكتحكم وتقدر دير اي حاجه باش انت ما تعيشيش مزيانه هكا هي طبيعتها. قال لهم انا مرتي مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها راه ما تتغب الفقصه ديال اختي. قال لهم هاد اختي هذه اللي كتشوفوا هذه دوزت على مرتي القطره المقطر حتى ماتت مسكينه بالفقصه. المهم قال له في الاول كقلتي لنا هادشي. قال لي اودي انا ما كنتش هنا انا راك عارفني ما كنكونش في المغرب حيت هاد السيد هذا كيكون في الخارج حتى ولادو كاملين كاينين في الخارج حيت هو اصلا في الاول كان كيمشي للخارج وكيخلي مرتو مع والديه واخته وكانت مدوزه عليها لحد ندن. ومن بعد مسكينه ما جات يطلعها ويدير لها الوريقات وقالت لها الامور حتى كانت مسكينه مشات عند الله ماتت وخلات له الوليدات على الصغار ولادو طلعهم صافي كبرهم قراهم كل واحد شنو دار في حياته هو بقى بلا زواج صافي. هذيك اللي ودي انا ما كنتش كنعرف انا هاد العام عاد دخلت لهنا وراني جيت لقيت هاد المشاكل. انا حتى العرس راني ما حضرتلوش راكم شفتو العرس انا ما حضرت لا العرس لا حتى شي حاجه. انا ملي جيت لقيت عندكم المشاكل بغيت زعما ندخل بخيط بيض صافي. هذيك اللي الوالده ودي هاد الزواج هذا الا كان غير بحال هكا انا بنتي ما نرجعهاش. قال لي واش شنو غادي دير؟ خير ما درتي حيت هاد اختي راه ما عمرها ما تبدل وخصوصا ان حلفت بنتكم شي نهار
تنزل عليها شي باطل تدخلها للحبس ولا ينوض راجلها يقتلها ولا شي حاجه. قال لي ما نعرف بنادم هذه اختي وكنعرفها. قال لي الباطل اللي كانت كتنزل على مراتي مسكينه وانا كاين في اوروبا ما كاينش. قال له ردتها مع خويا الصغير، ردتها مع راجل اختها، ردتها مع بزاف ديال الناس. كل مره تقول لي مرتك راه دارته فعلت، ولكن قال لي انا كنت بعقلي وعارف انا بمن مجوج. صافي الوالد مسكين قال لها بنتي شنو غادي نقول لك، هاد الزوج مالك ما ديري به، وداك الشيء اللي طاح لك راه فيه الخير. صافي دفعت الطلاق ديالي، ولكن امي ما عجبهاش الحال. خوتي حتى هما صراحه في الاول قال كان حشمتيني وهذاك صاحبي جا فاش هضر معاها خال الراجل صافي فهموا. قال له انا كنعرفو معرفه سطحيه وكيبان لي زعما راجل بعقلو. قال لي الراجل ما عندنا زعما ما نعيبو فيه، هو ظريف ومعقول مزيان، ولكن ولد امه راه كيمشي بالاوامر ديال امه، راه ما تغرقش الرجوله ديال برا، راه الرجوله هي اللي كتكون داخل في الدار، خيركم خير لاهله. قال لي ولكن هو راه الناس على برا راه يلقاو فيه الخير، ولكن مرتو الداخل ما غاديش تلقى فيه الخير، حيت هو كيتبع واحد العقب سامه ديال امه. ايوا هي هذيك قالوا له سيدي فيها خير. نوض نهضرنا المحامي، كلفنا بالمسائل ديال الطلاق. الصراحه دغيا طلقت منه، ما تعطلناش بزاف، واصلا عقوسي داكشي ما كانت باغيه، ما قالت حتى باش طلبنا الطلاق. صافي طلقت منه الصراحه لا ريال لا جوج، ما عطاني حتى شي حاجه، حيت نقولوا انا داك الطلاق انا اللي طلبته. ايوا هي ديك قال لي خال راجلي غير تفكي، ما عندك ما ديري، تفكي لا تفكيتي بجلدك راه احسن ما درتي. بقى بيني وبين خال راجلي التواصل اللي هو خو عكوزتي، كنتواصلوا انا وياه، كل مره كيهضر معايا كيسول فيا كيبقى النفسيه. كملت 4 شهور ديال العده ديالي، هضر معايا في مساله ديال الزواج، قال لي واش تقبلي تزوجي بيا. انا فاش قالها لي الصراحه صدمني، ما كان كيبين لي حتى حاجه في الاول، يعني ما عمرو لمح ليا ولو تلميح بسيط على انه باغي يتزوج. قلت لي كيفاش؟ قال لي كيف سمعتي؟ قلت له ولكن ما يمكنش، انا كنت مزوجه بولد اختك. قال لي علاش ما يمكنش؟ صافي انت طلقتي منه، انا من حقي نتزوج بك. قلت له واش انا نتزوج بك ونصدق انا يعني محكه عاوتاني معاها من ثاني وجديد؟ قال لي مستحيل، من سابع المستحيلات مرتي اصلا تلاقى مع اختي، راه واخا نعرف مع شنو غادي يوقع. قال لي هذيك اختي بيني وبينها، ولكن باش نتي تحكي معها راه انت اصلا تكوني بعيده عليها، وانا غادي نديك معايا لهولندا. انا الصراحه ما عرفت با ندير. السيد بعقلو برزقو ما عنده لا تبع ولا متبع ولادو وبناتو، كل واحد دير حياته، راكم عارفين اوروبا كل واحد كيعيش كيف ما بغى. المهم بقيت كنشوف في الاخر، قلت ليه نتشاور ونرجع عليك. قال لي ما تشاوري حتى شي مع شي واحد، انا اللي غادي نتشاور، خلي داك المساله عليا انا. عيط للوالد ديالي قال له بغيت نشوفك، كان داك الساعه باقي له شي جوج سيمانات يرجع بحالاته. تلقى معاه الوالد ديالي قال لي اودي راني بغيت البنت شنو هاشنو. الوالد في الاول بحال ما عجبوش الحال، ولكن من بعد قال لي اودي انا ما عندي ري، انا زيدني على داك ولد اختك. قال لي حتى انا مهره كتري عليا يعني. قال له ديروا شي قهوه هكا ونجي عندكم الدار ونهضروا. سيد شاجة محمل مجمل ما خلى ما جاب، حط واحد الكوفر ديال الطوموبيل عامر مستوكي بالسلعه، جاب لينا من كل شيء وجاي يخطبني. امي ما عندها ما تعاود، قدت قضيه داخله للدار. قالت له شنو هادشي؟ حسب لها با تقدا. قالت لها ويلي انت منين جبتي الفلوس باش تقضيتي هادشي؟ شويه تلقى السيد داخل، هي حسب لها شنو؟ حسب لها جايب لينا ولد اختو باش يرجعني ولا ما نعرفت، ولكن السيد جا باش يخطبني. ايوا دخلوا داك الشيء، دخلوا الصاله. قال لها ودي فلانه شنو غادي نقول لك؟ انا راه باغي بنتك الا قبلتو عليا بطبيعه الحال. قالت لي شنو زعما شنو كتقول؟ قال لي ودي هادشي اللي كاين، قبلتو عليا انا راني شاريكم. قالت لي حنا ماشي للبيع وماشي للمشراء. قال لي ماشي زعما بهذاك المفهوم اللي فهمتي، انا زعما شاري المحبه ديالكم وشاري زعما الاخوه ديالكم وهادي. المهم فهمها وداك الشيء. امي ما بقات ما تقول قدام داك الشيء اللي شافته، داك الخير والخمير. مع قال لي غادي نديها معايا وغادي تعيش مزيانه وغادي نعوضها كاع على داك الشيء اللي دازها. فعلا داك الشيء اللي كان. قالت لي امي ودي تشاور مع البنت، انا ما عندي ما نقول. امي ديك الساعه ما بقى لها ري، اول مره كنشوف امي كتقول تشاور معها ولا تشاور مع خوتها وباها. ايوا جمع خوتي الصراحه، خويا واحد كان جا اللي كان مع خالي كان جا، بالنسبه لخويا اللي كان في البوليس ما جاش، كانت عنده الخدمه وكان غير فتحنا معاه كاميرا وهضرنا معاه وديك الشيء. قالك ودي بيناتكم انا هادشي ديال الزواج ما ندخل فيه، في الاول راني جبت لها الراجل على ذوقي وما صدقش، دابا دبر راسها الله يوفقها بغات تزوج، حنا ما نزيدوها غير الله يسهل عليها. داكشي اللي كان صافي. والدي اتفقوا انا بغيت، قلت لهم اوكي نتزوج. هو الصراحه ما خلى ما دار على قبلي، في ظرف سيمانه عقدنا، قد ديال الباسبور ديالي، قد ديال المسائل ديالي، طلع قال لي انا غادي نجلس واحد الشهر ونرجع باش نديك الورقه ندفع لك. داكشي اللي كان،
ما درنا العرس لا والو، غير عقدنا صافي وخلينا الامور كما ما هي. هو نبه علينا باش ما الهضره ما نقولها حتى لشي واحد، تبقى بيناتنا حتى يديني. ايوا الصراحه مشى قد لي المسائل ديالي تقريبا شي 6 شهور، عاد باش قد لي المسائل خرجوا لي الوريقات ديالي معاه. هو كانت عنده الجنسيه، عنده دار وعنده كلشي، زعما تساعدوا معنا دغيا خرج لي الموافقه. هو كان تعطلي شويه بالدفي حيت كان عنده شي شغل. المهم صافي ملي خرجت لي الموافقه جا للمغرب باش زعما يهزني يديني، ولكن كنت رغبت وزوقت فيه. قلت لي شوف الا كنتي تزوجتي بيا غير شفق انا غادي نمشي معاك هكا لعرس لعجوج، تزوجتي بيا حيت حبيتيني وبغيتيني وقريتي فيا الامان، انا بغيت ندير عرس وبغيت اختك تحضر. قال لي شنو كتقولي؟ قلت لي انا المهم اختار. قال لي ما تحطينيش بين الاختيار الله يعطيك السر، انا ما بغيتش المشاكل. قلت لي اذا انت؟ قال لي شنو انا؟ قلت لي وانت واقيلا كتخاف منا. قال لي انا ما كنخافش منا، كنخاف عليك نتيا منا. قلت لي علاش؟ قال لي وما تعرفيش تمشي تاهديك. قلت لها سيدي انت ما تقول لها حتى شي حاجه، يكون ما خبرهمش بمن يعني بمن انت تزوجتي، حيت هو قال لهم المساله ديال انني غادي نتزوج. قال لي انا ما قلت لهم حتى شي حاجه. قلت لي وانتيا غادي دير لي عرس في قاعه، وبغيت القاعه الفلانيه، وعيط الحباب كاملين يحضروا العرس ديالي، وبغيت اختك تشوفني بعينيها، وبغيت نشوف الملامح الوجه ديالها كيفاش غادي تولي. هو ما لقى ما يقول من غير دار لي خاطري في كل شيء. درت العرس ديالي بخير وعلى خير، اللبسات العماريه دار لي واحد العرس يا البنات الله يسهل عليكم كاملين اللي مازال ما تزوجت. اي واحد درت لها مولاتي جات بواحد التكشيطه خوها تزوج، عيات تقول له من تزوجتي كان كيقول لها واختي يلا تمشي معايا اجي عندي عفوا وغادي تشوفي المراه، اجي ان شاء الله ملي غادي تجي للقاعه غادي تشوفي المراه شكون هي. ايوا السيده جات، نعم سيدي ما هذا هكا ما هذا ريسي. والسيده كتمشي عند الكفوره كتردا كتقطر واحد التكشيطه اش غادي نقول لكم كتصطم فيها، ومجايه كتعرعر عليا قد الطول قد العرض قد الجمجمه كتشوفي فيها كتخلعك. جات هي ولدها داك القريد. ايوا هي هذيك فاش جاو السيده دخلت في الاول ما دات ما جابت، واش ما عرفتنيش ولا ما نعرف، ولكن في الاخر قلت للراجل غادي تقول للدتي يصليو على النبي ويرحبوا بهم ويقولوا لهم مرحبا بكم يعني هالعروسه، اللي بغى يحط الكادو يحط للعروسه، حيت حنا هادشي اللي درنا في العرس ان اللي جا وجاب الكادو ديالو كيجي يسلم على العروسه ويحط لها الكادو. ايوا قال لهم اللي بغات تحط الكادو ديالها للعروسه دابا. بقاو الناس كيجيو كيحطوا لي الكادوات كيسلموا عليا حتى جات النوبه ديالها. قد ما هي كتقرب وهي كتعقد حجج معنا كتعرفني كشباتني كتقول مع راسها واش هادي ولا ماشي هادي. يوم وصلت عندي وهي تقول لي هادي انتي؟ قلت ليها ما عجبتكش؟ قالت لي واش دابا جبتوا لي هنا باش ديروني ضحكوا تشطحوا عليا ولا شنو؟ قلت لها لا شكون انتي اصلا ما كنعرفكش، واش كتجي للعريس؟ ايوا قالت لي الله ينعل اللي ما يحشم، يا الدايره يا الفعله يا التركه، الجمهور كله كيسمع. المهم ما خلاتليش بالمعيون، ضربتني بديك الكادو جات خارجه. ايوا وقفت قلت لها شوفي حدك تما، وقلت لها ولا كنتي نتفتي عليا شعر راسك انا ما تنسيش نتفتي عليك شعري باطي وهاني تزوجتك بخوك. ايوا سيري يلا مطروده من هاد العرس. ما خليت لهاش قلت لها تجي يلا خدم الموسيقى ديالك وارانا الفراجه. صراحه راجلي بحال بقى فيه الحال ما عجبوش الحال، قال لك حنا ما بغيناش هاد الشوهه، ولكن بيني وبينكم انا بغيتها وانتقمت منها والله ياخذ فيها الحق. واخا تزوج دابا انا براجلي خواتاتي عايشه بخير وعلى خير، ولدت معاه جوج بنيتات تويمات الحمد لله، واخا كبير في العمر مازال كيولد ومازال كيدك ويدردك، معيشني احسن عيشه، عايشه في هولندا ما خلا في ما داني. فاش كيبغي يدوز بيا هكا شي عطله ولا ما كيجيبنيش للمغرب كيديني لدول وحدين اخرين. المغرب ما كنجيلو حتى كنتوحش وليديا بغي نشوفهم. عايشه بخير وعلى خير ما خصني حتى شي حاجه، ان البيباتي والبيبي والله الا كيتعاملوا معايا بحال ختهم كيحماقوا عليا، معاهم مربين تما ملي كيجيو عندي كنتهلا فيهم بالطياب المغربي وداكشي والشيوات كيحماقوا عليا، وما كيخليهم ما كيجيبوا لا ليا ولا لبناتي اللي هما خواتاتهم. عايشه احسن عيشه ما تكونش الله العيشه ديالكم. ودابا حاليا راني شاكه في راسي نكون حامله، ويا ربي نكون حامله ونخاوي بناتي بشي وليد ان شاء الله، ولكن ديك الفقصه ديال ديك العجوزه راه باقا لحد الان كتحفر فيا الله ياخذ فيها الحق. وشكرا لكم، وهذه هي قصتي نتمنى تعجبكم وبسلامه عليكم. والقصه ديال اليوم وكيف ما سمعتوها ويه اختي
القصه اللي كتفرح بزاف ديال البنات، حيت والله العظيم من بعد مرات شي عكايزات الله يسمح ليهم ما عرفتش واش ما كيخافوش من الله، واش هما ما دازتش عليهم القهر اللي كيدوزوا على بنات الناس، واش اللي كيدوز عليهم كيبغيو ينتقموا، ما فهمتش والله. انا بعدا العقل ديالي الباطني انا ما كيستوعبش هاد الامور بحال هذه. على اي حال الله سبحانه وتعالى كيقول لك اذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، راه هي اعتدت عليا. راه الصراحه الانسان هو اللي يدافع على راسه، ما يبقاش عايش في الذل. وراه بعض المرات الوالدين كيكونوا حتى هما عندهم واحد شادي نقول لكم ذنب كبير تجاه اولادهم، كونهم انهم كيتعاملوا معهم بواحد القسوحيه زايده. راه شبع لولدك وبنتك الحنان، راه ولدك وبنتك محتاجين الحنان ديالك، داكشي علاش خصك تشبعي لهم من الحنان ديالك، عطيهم من داكشي اللي عطاك الله. فبالنسبه للحنان والاهتمام راه ما كيتباع ما كيتشرى ما كيتطلب، راه كيكون سبحان الله رباني. وانت ربما امك قاسحه ولكن ماشي قاسحه من فارغ، ربما شي ظروف خارج على الاراده ديالها جعلت منها عمرها هكا، والله اعلى واعلم. يعني كيف ما انت كانوا عندك ظروف اللي خلاوك ديري بزاف ديال الحوايج، خلاوك تشكي على المراه وخلاوك كنتي تهربي، ربما مسكينه الله اعلم بينا وبينها. على العموم دابا الحمد لله راكي عايشه بخير، الله يدومها عليك نعمه ويحفظها من الزوال، الله يبعد علينا وعليك ابنك الحرام. وما تثقيش، واخا انا كنقول لك ما تثقيش، لان الانسان اللي كيكون قبيح راه قبيح وصافي، ما عمره غادي يتبدل، ما عمر الماء ديال البحر يتبدل، ماء البحر ديما كيبقى مالح. المهم الكبيدات ديالي ما سخيتش بكم، كنقول لكم دعموني بالجيمات ديالكم بالكومونتير ديالكم، الله يعطيكم الخير. الى ان القاكم في قصه واحده اخرى، استودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.